طيب انا اعرف ان نادي يخسر يغير، ولكن دائما وابدا مع ايمن الشريعي هناك الجديد، هناك الجديد في صفقاته، في ارقامه، في ديلاته، في اتفاقاته، كل حاجه بيعملها الحقيقه بشكل، عشان نديله حقه، بشكل منظم، وبنعملها ايمن الشريعي صاحب بنود في العقود جديده اللي هو الاعارات، ولو جاب كذا هدف ونعمل ايه هنا ونعمل ايه هنا، فاللاعب بيطلعه، والحقيقه هو تاجر شاطر واداري شاطر. ولكن النهارده عمل واحده جديده، امبي كسب امبارح، فالنهارده المدير الفني اتغير. قال الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي امبي، مساء الخير يا فندم. ازيك يا سيف؟ والله وحشني. لازم تعمل لي مقدمه استثنائيه كده، لازم يعني. والله العظيم دي بنعملها، اقول لك حاجه، دي بنعملها لحبايبنا بس. والله دي حاجه يعني حاجه خلي بالك ما بنعملهاش الغاليين يعني. الغاليين أيوة. خلاص تمام نقفل كده ولا ايه؟ كده تقفل تمام. ازيك ايمن بيه، وحشتني، اخبار حضرتك؟ اخبارك ايه انت كمان يا حبيبي؟ وحشتني. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. التغييره دي الناس مش فاهماها يعني، ظروفها ايه؟ قصتها في بدايه موسم لسه بدري، نفسك معودنا ان نفسك هادي، الفرقه كسبانه، القرار من وجهة نظر حضرتك ايه؟ لا بص يا سيف، يعني الموضوع في امبي مختلف شوية، وانا قلت الكلام ده اكتر من مرة. انا فكرة المدير الفني، احنا عندنا زي ما انت عارف وانا قلت لك قبل كده، انا عندي حاجة اسمها إدارة فنية، احنا اتفقنا على الكلام ده، وفي ناس مختلفة يعني، كل واحد بيشوف ظروفه وشؤونه بالطريقة اللي تناسبه. الإدارة الفنية عندنا احنا متفقين ان انبي ما بتجيبش حد من بره خلاص. يعني خدنا القرار ده وطبقناه، وابتدينا بالفعل بعد تامر مصطفى سيد ياسين، وقلنا يا جماعة احنا مش هناخد مدربين الا المدربين بتوع انبي، واحنا بنشتغل بسيستم، والسيستم فيه ادوات كتير جدا. بس الاختلاف بس اللي حصل، او اللي الناس مش مستوعباه، او اللي انت قلته، احنا دايما عندنا كي بي اي، يعني وحدات قياس كده، يعني عندنا مؤشرات. الكي بي اي ده بيبقى ليه مدد، الكي بي اي ده ما بيشتغلش كده، انما ظروف المسابقه الجديده الكي بي اي ده طول عمره في ام بي، او من ساعه لما احنا اشتغلنا يعني، هو مقسم الموسم دايما لاربعه كوارتر. فالاربعه كوارتر دول على الدورين، كل 8 ماتشات. لو رجعت بالزمن هتلاقي كابتن احمد كشري قعد 8 ماتشات بكي بي اي، ومشي الماتش الثامن لان ده الكوارتر الاولاني. كابتن طلعت يوسف اعتذر وكان في الميعاد ده برضه. يعني هتلاقي دايما الكوارترات بتاعتنا كده. السنه دي علشان الموسم استثنائي، احنا كنا بنتكلم ان هناخد الاربعه كوارتر في ال 17 جوله الاولى، لانهم بيودوا في حته مختلفه عن الحته الثانيه اللي احنا هنروح لها بتاعه التسعه اللي تحت. فبنقسم الكوارترات برضو لاربع كوارتر، فهم جايين 4 ماتشات. الاربع ماتشات دول ليهم كي بي اي، النتائج جزء في المقدمه، انما ملوش ويت كبيره، لان الوضع التنافسي بتاع نادي امبي يغلب عليه طابع التطوير اكتر. فالكي بي اي بيبقى جزء منه نتائج، والكي بي اي جزء منه تطوير، وطريقه تعامل مع السيستم، وكميه او كيفيه استخدام ادوات السيستم. بص تفاصيل كتير جدا 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 فوق ما فكرك يجيب لك. تمام. الكي بي اي لما بيطلع، بس انا هنا معلش عايز اختلف مع حضرتك. أوي اللي حضرتك بتقوله ده كل ده تمام، ولكن في الرياضه وفي كره القدم في نظام الدوري الجديد اللي حضرتك بتقوله ده صعب جدا. صعب اقيم مدير فني انا قيمته وابتدى معايا فتره اعداد، وابتدى معايا وانا عارف تعامله مع السيستم عامل ازاي، لان مكمل معايا من السنه اللي فاتت، وان انا احاسبه على 4 ماتشات. 4 ماتشات دول خلي بالك هو مش حساب. هو برضه خلي بالك انت برضه الناس فاهمه غلط، هو مش حساب، دي عمليه روتيشن واضحه جدا. يعني احنا ما عندناش فكره، يعني محمد اسماعيل هيخش الفرقه، احنا فكره تغيير المدير الفني عن اي 17 نادي اللي موجودين، القديم هو الحديث. محمد اسماعيل جزء من الجهاز، موجود لعيبه معاه، طريقه اللعب معروفه، السيستم ادواته جاهزه، يعني مش هنخش نتعرف ونشتغل من اول وجديد خالص.
انا خالص. فاهم، انا فاهم، بس الوظيفه غير الوظيفه ام بي، لا يعني لا يعني انا يعني برضو عشان المدخل. انا برضو سمعت برضو الوظيفه غير الوظيفه. هو الناس بس بص يعني فاكر ساعه لما برضو وقع الاختيار على كابتن سيد ياسين، ايوه بقى عرفونا مين كابتن سيد ياسين. هي المشكله ان في اسماء نادي ام بي يا سيف، كل الفنانين اللي فيه فنانين محترمين، عشان بس مش تحايز والله بحكم الشغلانه يعني. لا احنا بنكل الناس كل احترام. طبعا انا مش طبعا لا انا انا بقول مش لك، لا انا بتكلم. هقول لك على حاجه، انا هقول لك على فكره بس عشان تبقى عارفها. محمد اسماعيل لما انا اول ما طلعت القرار لقيت الناس برضه بتتكلم مدير الكره يبقى مدير فني ازاي يعني؟ لا ازاي ايه؟ كابتن حسام البدري كان مدير كره في الاهلي وبقى مدير فني الاهلي وبقى مدير فني المنتخب. صح. وكابتن الله الجميل المحترم الله يرحمه محمد ويحسن اليه العظيم كابتن ايهاب جلال، مدير كوره ومدير فني. كابتن محمد يوسف. ايوه محمد اسماعيل اصلا، محمد اسماعيل اصلا هي شخصيته اللي خلت الاداره تمسكه مدير كوره، هو مدير فني اصلا ورئيس قطاع الناشئين بنادي ام بي 5 سنين. وبالمناسبه 75% انت عارف احنا اللعيبه اللي عندنا دلوقتي في الفريق الاول قطاعات ناشئين تقريبا 75%. ال 75% اللعيبه اللي موجودين عندنا من اول 99 لغايه 2006 اللعيبه دي كلها دربها محمد اسماعيل. تمام. بس انا بس احنا الاختلاف في حاجه واحده، ان حضرتك بتتكلم الحديث ده بعد 4 جولات 4 مباريات. لا انت هو لا 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 انت هو الموضوع، هو الموضوع على فكره مش مربوط بالاربع معانا احنا مع كابتن سيد ياسين. هو ما كانش مربوط بال4 جولات. طب كابتن سيد ياسين معانا من السنه اللي فاتت وكان في شويه مؤشرات اداء بنشوفها، وعلى فكره الموضوع ملوش دعوه بالمناسبه يعني بالفنيات اطلاقا عشان بس تبقى الامور بس واضحه. طب ليه علاقه بايه؟ لا تاني برضو ليها علاقه بمشاكل تخص السيستم، اتعمل لها مونيتورنج ولازم تتغير وتتعدل. يعني 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 ممكن يعني من السنه اللي فاتت، اخر السنه اللي فاتت حضرتك راصد معاه ان طبعا طبعا. ممكن لا على فكره، على ان فكره ممكن ما يكملش معانا. لا راصدين، لا راصدين، لان انت عارف احنا السنه اللي فاتت الموسم اللي فات انت عارف نادي انبي يعني هويته معروفه، بقاء في الدوري بطريقه محترمه، وسيد ياسين عمل كده والتطوير. فاحنا كنا في الدوري من الجوله اعتقد 26 او 25، فاحنا شغالين بالسيستم وبنشوف المونيتورنج ده لغايه نهايه الدوري، وشغالين تاني في فتره الاعداد شغالين برضو بنفس البيانات. وبالمناسبه هو سيد ياسين شغال ومعاه محمد اسماعيل، يعني احنا بناخد القرار مع بعض شايفين. بس في حاجات، في حاجات معلش معلش دي ممكن حضرتك توضيح، يعني كابتن محمد اسماعيل بياخد بيدي راي فني مع الكابتن لا سيد لا ياسين؟ لا انا قصدي محمد اسماعيل معاه في الـ في الـ في الـ في الـ في تشكيله الجهاز بحكم انه مدير كوره، فمطلع طبعا على كل الطرق وعلى كل التدريبات معاه، قاعد معاهم يعني مش واحد يعني. مدير الكوره ده مش اداري، مدير الكوره ده ليه وظائف اداريه بس هو عنده خلفيه فنيه. هو ليه هو ليه هو ليه وظائف اداريه بس هو مش صاحب قرار ولا صاحب. لا لا خالص. لا لا مدير الكوره صاحب قرار في ايه يعني؟ مديره بس، انما في الاخر بيشوف وبيتابع، لان انت عارف ان مدير الكوره هي حلقه الوصل الوحيده اللي ما بين الاداره الفنيه واداره النادي. صح. فبيانات بتروح وتيجي يعني. طيب. فالشاهد في الموضوع حاجه بس، ان الموضوع احنا بنشوفه وبنقيمه وبناخد القرار وملوش دعوه بالنتائج. والدليل على كده ان احنا كسبانين امبارح وخدنا 3 بونت، بس التغيير او الروتيشن عشان بس نقول الكلام المظبوط يعني كان واجب نتيجه بيانات عندنا احنا عارفينها ورصدينها والمفروض يعني. هو كلمه الروتيشن في الاجهزه الفنيه اول مره اسمعها، لان لا انت عمرك ما هتسمعها. ما انا هقول لحضرتك ليه بس. اصل الروتيشن ان انا بغير، يعني بغير مدير فني وارجعه تاني، روتيشن بدخل لعيب وارجعه تاني، بعمل حاله تغيير. انا هنا لا انا عايز اقول لك انا عايز انا هنا أقولك مدير أنا عايز فني أقولك على بيرحل مفاجأة. ومدير فني بيجي. لا 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 انا عايز اقول لك على مفاجاه ان وارد جدا 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 الموسم الجاي سيد ياسين من ابناء نادي امبي، ده مش مدير فني من بره يعني. هو الراجل موجود يعني موجود في امبي دلوقتي مكمل موجود. ايوه يعني السنه الجايه وارد جدا جدا بمعطيات جديده بكواليتي جديد ببيانات جديده سيد ياسين يخش ويشتغل.
السيد ياسين مش ابن من ابناء نادي انبي، السيد ياسين من مؤسسين نادي انبي زيه زي محمد اسماعيل زي كابتن امام محمدين. يعني هو يعني السيد ياسين مكمل مع حضرتك جوه النادي قصدي؟ لا مش هو مش مكمل، هو صاحب النادي يا سيف، ده انا اللي مش مكمل. يعني السيد ياسين، السيد ياسين ومحمد اسماعيل وكابتن امام وكابتن عبد الناصر في مجموعه كده دول مؤسسين نادي انبي، مش 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 اسماء عاديه. طيب ما يخص ما يخص كابتن محمد اسماعيل، هل اللي حضرتك قلته بتاع الكوارتر والحسبه هيبقى تقييمه اربع مباريات؟ لا اثنين كوارتر. يعني ثمان مباريات؟ طبعا. تمام ماشي. يعني 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 هي هي ارقام يعني. فهمت كده الدماغ، يعني حضرتك عايز تقول ان انت قيمت 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 سيد من 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 الموسم اللي فات، علشان علشان ما نقولش قيمت، هو هو الموضوع لا لا مش قصدي، لا 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 قصدي انت يعني إيه يعني اسمها اسمها كده يعني ترجمتها بالظبط كده مؤشرات اداء. مؤشرات اداء دي على فكره دي مش معناها ان انت نجحت او رفضت، لا ده تارجت. في حد كده بتيجي في اداره المبيعات وتقول له انا انت ليك تارجت الشهر ده تبيع ب 10 مليون جنيه، باع ب 8، باع ب 8 ده هو مش 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 فاشل، انما هو ما حققش تارجت معين انت شايفه وعايز توصله. ممكن ممكن نسال حضرتك ام بي بيدور على ايه السنه دي؟ لا لا ام بي هويته مش هتتغير. اللي هو ام بي هويته البقاء في الدوري بشكل محترم. ما هو السنه دي الموضوع مختلف، يعني معنى كلام حضرتك ان انت في التسعه ده التارجت؟ ما هو عايز اقول لك على حاجه علشان هتخش في حسبه وانت عارف انا بتاع حسابات. اتفضل يا فندم. انت ممكن تلاقي نفسك العاشر يعني تحت بس 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 مزود عدد نقاطك واخدها فرق بينك وبين التاسع بونت فده مش هيفرق معاك اذا كنت تاسع او عاشر، بس ده هيفرق معاك ان انت الجزء الثاني هتنافس على فوق. لا بص خلينا نتكلم يعني ستريت فورورد، احنا كلامنا مش هيتغير. ام بي مش من الفرق اللي بتروح تنافس على المربع، على المربع اللي جميل وتارجت حلو بس احنا في الاخر عندنا تارجت انا شايفه البريوريتي عند ام بي الاستثمار. تمام كلام 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 محترم بصراحه. لازم يجيب لازم يجيب فلوس تمام علشان يعرف يطور بقيه اللعيبه عشان يجيب منها برضه فلوس تاني. تمام فانت مش هينفع تاخد كل حاجه. عشان كده بنقول ان نسبه تفعيل شباب اللي يخش يلعب ويشارك في انبي من اكبر النسب اللي موجوده في الدوري. صح بصراحه بصراحه ويستاهلوا التحيه على كده بمنتهى الصراحه. اطلع من انبي واسال حضرتك اخر سؤال، شايف حضرتك ان نظام الدوري الحالي ممكن يسمح على وجود منافسه او على وجود بطل للدوري الممتاز جديد؟ بص انا 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 عكس الناس او عكس الافكار اللي بتقول ان الدوري السنه دي صعب. لان لازم تقول صعب بالنسبه لمين؟ انا شايف انه صعب بالنسبه للي بينافس على الدوري. انما اللي بيصارع الهبوط بحسبه بسيطه كده الريسك بتاعه نزل ب 33.3%. تمام السنه دي. طب واللي متعود ياخد البطوله زي الاهلي مثلا، اللي متعود ينافس زي الاهلي والزمالك او بص الفكره بقى، فكره بقى ان اللي انا قلته لك يا سيف قبل كده من ضمن خصائص الدوري انه ماراثون. فطول البطوله بتدي خصائص جديده وامكانيات جديده. هو فندم هو سؤالي كان. هو سؤالي في كده. ايوه ان الفرق الكبيره في خصائص بتيجي على الطوالي في مميزات في مميزات مع الفرق الكبيره اعتقد انها هتفقدها بالثمان ماتشات اللي هيقلوا وهتلاقي فرق ممكن تكون اقل منها شويه نفستها وخدت منها البطوله. بس هو ده سؤالي. ده وارد ليه؟ عشان في ثمان جولات بيترهنوا بيهم للماراثون اللي هيقدر يوصل للاخر. صح صح دول راحوا. صح فالنسبه بتقل. تمام حلوه الحسبه دي كده؟ لا حلوه. لا هو هو سؤالي في الحته دي بالظبط الحقيقه. بس الاجابه اهي اجابه نموذجيه. اجابه 10 على 10. بشكرك ايمن بيه وبالتوفيق ان شاء الله لامبي ولحضرتك.